أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة في صفحاتكم، ونرصد فيها أربعة مواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي هولوكوست دير الزورة، حملة كويتية لنصرة الروهينجا، اليوم العالمي للمعلم، وأخيرا المصالحة مع النظام. سنتناول بداية خبرا للمجازر المستمرة بحق أهالي دير الزورة، حيث ارتفعت أعداد ضحايا القصف الروسي على العبارات المائية التي كانت تنقل نازحين من مدينة العشارة شرق المدينة باتجاه قرية درنج إلى 124، حيث غرد الناشط السوري هادي العبدالله هناك في المكان البعيد جدا عن بقايا ضمائرنا، يفيض الفرات دما وترتقي أرواح شهداء الرقة والدير داعسة على ضمائر حكام العالم. أما التغريدة الثانية من محمد الفيصل، غرد على الموضوع بعد 117 شهيدا، أقلعت الآن 11 طائرة روسية حربية من قاعدة حميميم والوجهة الرقة دير الزور، متى يشبع هذا الحقد من دمائنا؟ كما غرد الصحفي موسى العمر، الطيران الأمريكي يرتكب مجزرة من 30 شهيداً في قصف وحشي على مدينة القورية في ريف دير الزور الشرقية، روسيا بالنهار وأمريكا بالليل. وننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو حملة كويتية لنصرة الروهينجا. أطلقت مؤسسة الرحمة العالمية الخيرية الكويتية حملة إغاثية لصالح أقلية الروهينجا المسلمة بعد تعرضها للاضطهاد في ميانمار. الروهينجا لا نريد أن نرى المزيد، حيث غرد محمود الخضر وقال: بلغ عددهم قرابة نصف مليون، معظمهم من الأطفال، لا نريد أن نرى المزيد، حيث غرد على نفس هذا الموضوع أيضاً خالد العلي وقال: لا نريد أن نرى المزيد من القتل والدماء والانقسام والطائفية والكراهية والاعتقالات والوقوف أمام حريات الشعوب، نريد الحكم بما يرضي الله وإرادة الشعوب. وأما في موضوعنا الثالث، فلقد تناول اليوم العالمي للمعلم، حيث غرد الطبيب النفسي الكويتي طارق الحبيب وقال: يعجبني المعلم الذي يصر دوما أن يكون متعلما أمام طلابه. أما بالنسبة لتغريدة أحمد عبد المجيد، قال: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، شكرا معلمي. أما بالتغريدة الثالثة فكانت من قبل رائد محمد المالكي وقال: المعلم هو الشخص الذي يجعلك لا تحتاج إليه تدريجياً. ومن التويتر ننتقل إلى الفيسبوك، وقد تناول عدة مواضيع المصالحة مع النظام. المصالحة مع النظام والمعارضة، فقد علق على هذا الموضوع وائل الهراوي: البعض يريد لغة لينة لا تصدمه بفداحة ما جرى. لو أن النظام أراد الصلح مع الشعب لما استجاب لهتافاتنا بالرصاص. أما التعليق الثاني من قبل يمان الخطيب، فنشر صورة جاء فيها بهزائمها وانتصاراتها، بجموحها وكبواتها: تبقى هذه الثورة أجمل وأحلى ما عشناه، سيستسلم الطغاة والغزاة لزوالهم أمام عظمتك يا أطهر ثورات التاريخ. ونصل معكم أخيراً إلى اليوتيوب، حيث تناول الناشطون مقطعاً يظهر مدرساً تركياً يستقبل طلابه كل يوم بطرقة مميزة. نتابع. أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة في صفحاتكم، ونرصد فيها أربعة مواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي هولوكوست دير الزورة، حملة كويتية لنصرة الروهينجا، اليوم العالمي للمعلم، وأخيرا المصالحة مع النظام. سنتناول بداية خبرا للمجازر المستمرة بحق أهالي دير الزورة،
حيث ارتفعت أعداد ضحايا القصف الروسي على العبارات المائية التي كانت تنقل نازحين من مدينة العشارة شرق المدينة باتجاه قرية درنج إلى 124، حيث غرد الناشط السوري هادي العبد الله هناك في المكان البعيد. أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة في صفحاتكم، ونرصد فيها أربعة مواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي هولوكوست دير الزورة، حملة كويتية لنصرة الروهينجا، اليوم العالمي للمعلم، وأخيرا المصالحة مع النظام. سنتناول بداية خبرا للمجازر المستمرة بحق أهالي دير الزور، حيث ارتفعت أعداد ضحايا القصف الروسي على العبارات المائية التي كانت تنقل نازحين من مدينة العشارة شرق المدينة باتجاه قرية درنج إلى 124، حيث غرد الناشط السوري هادي العبد الله هناك في المكان البعيد. البعيد جداً عن بقايا ضمائرنا، يفيض الفرات دماً وترتقي أرواح شهداء الرقة والدير.